السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، أسعد الله أوقاتكم. وصفتنا لليوم راح تكون الشطة الحمراء المنزلية. مقاديرنا لليوم نص كيلو فلفل أحمر حار مقطع ومغسول، وحاولت أشيل الجزء الأكبر من البذور حتى ما يكونش حار جدا. في حال حبيتوا يكون حار كثير خلوا البذور. أول شيء بتقوم في عملية خلط أو فرن الفلفل داخل محضرة الطعام. يلا، أول شيء بدي أضيف 3 حبات من الثوم، نصف كيلو فلفل أحمر مقطع ومغسول داخل محضرة الطعام. بعد عملية الخلط بالخلاط رايح نصفي هالمعجون اللي صار عنا من الفلفل الأحمر، وزي ما حكينا فيكوا تخلوا البذور بتطلع حر كمان أكثر. بعد عملية الخلط والتصفاي 100% راح أضيف ملعقتين قياسيات من الملح وملعقتين قياسيات من الخل الأبيض أو الأحمر حسب المتوفر عندكم، وملعقتين من زيت الزيتون، وبعديها حبايبنا بدي أخلط منيح.